هي طبعا انا متشرف وفخور بتواجدي في وسط حضراتكم، وان حضراتكم شرفتونا النهارده، وبرحب بحضراتكم. ودي تاني مره نجتمع فعلا بعد بدايه الدوري الممتاز، وكان عندنا حلم كاس الرابطه، وكاس الرابطه كان فيه كذا هدف. كان بالنسبه لنا الهدف الاول ان احنا نطلع حقوق جديده للانديه، ويكون السنه دي ده هي طبعا انا متشرف وفخور بتواجدي في وسط حضراتكم، وان حضراتكم شرفتونا النهارده، وبرحب بحضراتكم. ودي تاني مره نجتمع فعلا بعد بدايه الدوري الممتاز، وكان عندنا حلم كاس الرابطه، وكاس الرابطه كان فيه كذا هدف. كان بالنسبه لنا الهدف الاول ان احنا نطلع حقوق جديده للانديه، ويكون السنة دي